في صديقه لنا امال السيد، ودي ما اعتقدش ان هي مصريه. مساء الخير، بتسلم علينا كلنا عاملة دكتوره عملية ما. انا المرارة. مشكلتي عمليه مراره، اي شيء باكله بتعب، اعمل شنو؟ الرجاء شنو؟ شنو؟ اعمل شنو؟ الافاده شنو؟ شنو؟ تمام. الرجاء الافاده امال السيد. هو طبعا يا امال لما انت بعد عمليه المراره مفيش مشكله لو انت بتاخدي بالك من اكلك، بس في ناس المقليات تتعبهم، الوجبات طبعا، الدسمه تتعبك، بس في اكل ممنوع وفي من المراره، لان انا فاكره لا، هي كويس بقى قوي. هي عملت خلاص المراره، ممنوع تمام. من بعد ما تعمل اكل، من بعد ما تعمل هي مراره، الوجبات التقيله اللي هو كل الناس برضو بتصر ان هي اللي هو لا تاكلها، محشي، الدهن، الدهن. الدسم، الآلية. فلو انت مشيتي اوكي، بس، وعن ممكن يبقى فيه شوية التهاب في المعدة مصاحبين عشان كده بتتعبي اكتر. يعني هي فلو تاكل لازم مشويات احسن لها، لازم تكشف بطني ونمشي على اكل حتى مسلوق لمدة على مسلوق الاقل اسبوعين. معين. اكل لا، لو مسلوق احنا طب لمدة، لكن هي عموما. لمدة اسبوعين بس، يعني مفيش داعي للآلية، مفيش داعي للاكل الدسم، هتبقى كويسة طيب جدا.